السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اش تعاودوا؟ كلشي بخير. اليوم جيت معكم هذا النهار فيديو جديد كالعاده اللي تنطلع لكم كل شهر، هو لو بوكس ديال البريش بوكس. غتكونوا شفتوا في العنوان وصلني هادي كونس 4 جوغ هكاك ولا 5 جوغ هادي، ولكن ما نتوما عارفين مع رمضان وهادي وهادي ما ساليتش باش نصوره. وهذا هو الوقت ديالو، قلت راه دابا فقط قلت راه نصور. مهم دابا جيت نبريزونتي معكم لو بوكس كالعاده. كل شهر تبهرونا باللو بوكس ديالهم. هاد الخطره عزلوا واحد الوينات ديال صيفيه، الوينات رائعه جد رائعه، وعجبوني هاد الوينات. وعندي واحد الكسوه في لامام كولور، عرفتي واعره، عجبني لو بوكس لا كولور ديالو. نقدر تحطيه ديكور في الصالون، تحطيها في سوغ طون بيرو دو ميكاب، ولا في لاشون، في سال دو بان، تبقى فريمون كلاس. وتقدر تجمعي فيها بزاف الحوايج، انا جامعه فيهم بزاف الحوايج، و ميم دي رونجمون دون لي بلاكار، بزاف الحوايج بصراحه. لي بوكس بحال هكايا جد رائعين. دابا الشميشه بدات تطلع لينا، المهم كنتمنى ما يكونش شي غوفلي ديال الشمس. المهم دابا البوكس ديالنا كالعاده غادي نحلو معكم، غادي نحاول نحط لكم لي برودوي هنايا. جو سي با مع الغوفلي ديال الشمس تقدر نخلي هكا. اول حاجه اللي كانوا طلبوا لنا العزولة كولور، جد رائع، واحد الغوج اليف واعر، كانوا فيه 3 كولور تنظن، يعني ما كنتش عاقله مع صيفطوا لينا فوسط الشهر اللي فات. ولكن تعرفوا لو بوكس دابا ولات تعطل شويه، مع نتوما عارفين شنو طاري مع المرض وهادي وهادي، شي تيعطلوا شويه لو بوكس. لو جاليف هو هذا، وكانت الباكاجين ديالو واعر بصراحه، حمقني شي حاجه طوب عجبتني. بعدا كان ديجا الباكاجين واعره، اللون ديالو اللي عزلت انا كان وقيلا 3 كولور، ديجا كان غوج فيف و اتون. خاصني ندور كنتو وراني البيت تنتيري بصراحة. راه مازال ما حليتوش اول خطرة، اون فيت سي ان غلوس، خديت كولور مات، ما عرفتش انا عزلت غوج، انا كنظن اني عزلت كولور غوج، مي جو سي با. المهم صيفطو لي مات بصراحة، اللون ديالو واعر، غادي نحاول نديرو ليكم هنايا فيديا واعر، محمقني. هذا هو اول برودوي، غادي نجيب الكتابه هو عندي تحت. الشمس تطلع علينا وتمشي، تطلع علينا وتمشي. الكتابه هو اللي تحتاني، خلينا نجبدو قبيلات ونخليو البوكس هنايا ونحط فيه البرودوي ونجبد. بالنسبه لغوج اليف جوزفين، جو بونس لسميات الماركه الا ما غلطتش، نتمنى بان الشمس ما تكونش هذه سميات ديال غوج اليف. الثمن ديالو في لي بوتيك نورمال او في لي ماغازان او في دار 28 اورو 90، 28 اورو 90. لو بري دابوني دو بريش بوكس، البري دابوني اللي هو 24 اورو 57، 24 اورو 57. بصراحة صيفطو لنا لا فورم دو فونت، لا فورم نورمال، فورم كبيرة، غوج اليف زعما غلوس نورمال فرونشمون اي مات اي بلوس تيك، هضرو عليه بانو الكاليتي ديالو دو غوج اليف زوينة وهادي وهادي. المهم غادي نجربو معاكم شي نهار في شي ميكاب توتوريال، غادي تشوفوه معايا. و ثاني برودوي اللي غادي نعاود نعزلو هو هذا، هو هذا سي ان ماسك بو لي شوفو، سي ان ماسك بو لي شوفو. الثمن ديالو كدير ب 16 اورو 90 في الغوتروفي سور لو شوب، سور لي سيت انترنيت نورمال و سور لي ماغازان، اي 14 اورو 37 البري دابوني في بريش بوكس، 14 اورو 37. سي ان ماسك بو لي شوفو، السمية ديال لا مارك هي هادي، ما تنبغيش نبرونسيهم، تنخاف نقولهم عوجينا بعد خطرات السمية ديال لا مارك تيلمون يسوسومبل سي ديفيرون. با
المهم صيفطوا لنا لا فورم 30 مللتر. بصراحه انا مازال ما قريتش عليه. فيه قالك تيقولوا 98% دوريجين ناتوريل لا باس ديكسترا دو توت فاصون. داكشي اللي صيفطوا لنا بغاش بوكس بزاف الحوايج اللي فريمون ناتوريل تيكونوا دائما 95 ولا 98 99 لوريجين ناتوريل. هذه اللي تعجبني بغاش بوكس وما بغيتش نبدلها. بزاف الناس تيقولوا بدليها، كاينين بزاف دي بوكس بحال هكا تقدر يزيفتوهم لكم كل شهر وهادي وهادي، ولكن ما بور مومون جو فو با شونجي باسكو جو سي تعجبني لي بوكس جوسكا ماتن. تعجبني لي بوكس اللي تيصيفطو ليا، فاشي نهار يصيفطو لي بوكس ما عاجبنيش بيان سور لا جو بورا شونجي. المهم فيه لويل دو كوكو بيو وفيه فيه ليكسترا دو باباي ناتور دو باز ليكسترا دو باباي اي لويل دو كوكو دو بيو. غادي نجربو ان شاء الله معاكم. سمحوا لي تعطلت عليكم بزاف في القراية. خاصنا نخليو 5-10 مينوت سور لو شوفو اي نيتوايي اي سيري رانسي با لو شوفو تو با سيتي ليس لي بري لا دوسور لا بريونس داكشي اللي كنا باغينو. نحطو هنايا صاف سي بور لو دوزيام برودوي. اون فوا فوار بور لو تروازيام برودوي سي اوسي بور لي شوفو. هذاك بحال انا جاني بحال شكل شي سوان بور لي شوفو بلون. وانا حاليا صابغه شعري صابغه شعري. هذه هي هكا داير جيم بيان باكاجين صغيرة مربعة واعرة. سي سي بور لو شوفو بلون تمحتاجه هنيت. الثمن ديالو غالية 31.50 البخي نورمال و 26.78 البخي دابوني. هذا الصغير 40 مليلتر نورمال. لو كبير راه هو هذا هو اللي داير هذا الثمن هذا و فخوشمون يكون شير ان بو سان سوان. وي سان سوان بور لي بول لي شوفو بلونديت لو كولور دو كولور دو شوفو. غادي نجربو معاكم كيف انا دابا صابغه شعري وغادي نرد عليكم بيان سور فاش غادي نجربو. غنحاول شي نهار نصور معاكم. تنجرب بزاف دي برودوي حاليا خاصني نهضر لكم عليهم، خاصني ما نرميهمش وما يفيش السالا ونهضر لكم عليهم. بصراحه كاين اللي عجبني كاين اللي ما عجبنيش، مي حاليا جوست كما تنو جو سوي ساتيسفيت دو برودوي. لا غادي نهضروا واحد جوج ثلاثه. الرابع برودوي هو هذا ديال لا مارك غانا طلعفا غارناسيا غارناسيا سي بور لو بور لو فيزاج. الثمن ديالها 35 الكبيره بيان سور هذه 40 مليلتر 35.80 و البري دابوني 30.48. نتوما عارفين هاد الماركه غاليه وديرا كنصيفطوا لي واحد لا كريم لا باس دو طوماط واعره 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 شي حاجه طوب وحمقاتني. ودابا عاوتاني صيفطوا لي ان اوتر كريم اي فرانشمون جو سوي فريمون تري كونتونت. لحقاش هادي كاتبين فيها اونتي بوليسيون اونتي فاتيك اكتيفي هيدراتاسيون. بصراحه واعره داكشي اللي خاصني حاليا. عندي لا بوت ان بو تري تري فاتيكي بور المومون. سي نورمال جو بونس بزاف مننا دابا حاليا لا بوت عندهم فاتيكي باسكو اوني ا لا ميزون سورت با اون سانكيت on est stressé ou on sent pas bien en fait. En fait c'est un nouveau produit. Découvrir le dernier merveille de Garnacia. C'est un gel en fait, comme un gel hydratation hydro énergie. Il donne de l'énergie cristalline. Il fait des cristallines mais avec moi la photo. انتي فاتيك ريباراسيون كاشي اللي قلت لكم قبيلات 98 اتوما نقراها لكم هنايا 98% اوريجين ناتوريل. هذه الحاجه الوحيده اللي تعجبني عندهم. بالنسبه رابع البرودوي دابا غادي نمشيو ل كان هضرنا على الغوجا ليف دابا غادي نهضروا لكم نهضر لكم على هذا سان لي دو كور سان كريم بولو كور لا باز دو لي. الثمن ديالو غادي نهضر لكم عليه هو الاول. البري نورمال 16 اورو 60 16.60 اورو. البري دابوني 14 اورو 11 14 اورو 11. ابارامون سا ريلاكس لا بو. المهم 97% لوريجين ناتوريل حتى هو ما فيهش دي برودوي كيميك.
داك السبري اللي قلت لكم ديال 200 مليلتر الكبير ديالو بيان سور وهذا الصغير بلون كريم جو بونس بلون كريم باري هذه هي السميه ديال لا مارك طون المهم بصراحه غادي نجربها معكم وبين لي غتكون زوينه بزاف فيها لو تي فيرت فيها اتاي الاخضر والاتاي الاخضر معروف بزاف في رولاكس لابو فيه بزاف المنافع اللي زوينين لابو الى فيرفين وفي لا فيرفين انتم عارفين لا فيرفين لويزا لويزا سا رولاكس لابو بزاف انتم عارفين المنافع ديالها بجوجهم زعما شي حاجه طوب جو با تيستي بور مومون جو تيستي غادي نجربو في هاد الايام هادي نيت هذا هو اخر برودوي سيرتو لينا وعطاونا 25% هنا توت لي سور توت لي بارفان دو موا دو ماي اي تا سيرتو لينا واحد الحاجه زوينه غادي باش مازال ما استعملتهاش هنا واحد الكود برومو انا غادي نتيريو 25 تيراج دو فوتو هادي اللي حجبتني بزاف غادي نتيريهم غادي نتيريهم غادي نشارجي لابليكاسيون وغادي نتيريهم صراحة طب وصلتو لينا هنايا واحد كود بوستال يمكنكم تصيفطوه كاتبين يمكنكم تصيفطوه شي واحد دابا مع اننا دارتين في الفيو ديالنا يمكنكم تصيفطوه مع ان شونتيون بارفان طاحت ليا سميتو صيفطوه جو سي با كوا شي واحد عزيز عليكم تبغي تعجبو لي كود بوستال بحال هكايا ديال هكا فيهم بارفان ماكياج وكايا تقدرو تصيفطوهم ديجا فيهم لي تايم غادي تكتبي لهم ان تي مو تصيفطي لهم مع ان تي شونتيون دو بارفان ولا تخليها راسك تكتبيها وتخليها راسك هاد لو بارفان ريحتو زوينه هادشي لي دابا صيفطو لينا هاد الشهر هذا مع لو كود برومو لو كود بوستال بصراحة جو سوي تري كونتون بصراحة عجبني الغوج أليف أكثر حمقني الغوج أليف واعر ديال حسيت بيه صيفي وواعر وعجبني حتى هذا ديال الشعر أنا اللي صابغة شعري ولا كريم بور فيزاج جي لي تخوا لا جي تخي جي تخي أت تيستي بصراحة باغا نتيستيهم دغيا دغيا و بيان سور هاد لي كريم دو كور لي كاتيغالين عليه ديال لا مونت ولا لا فيربان حتى هو بغيت نتيستيه حتى هو اي لو ماسك بيان سور انا عندي واحد الماسك جيم با شونجي لي ماسك بور لو شوفو مي عندي جو تيستي حاليا تنتيستي كاع لي ماسك اللي كانوا صيفطوا لي ديال الشعر تنحاول نتيستيهم كاملين قلت ما نشريش الماسك ديالي لحقاش شريته مع مرني ما غنتيستي الاخرين غادي نتيستي هادو لي برودوي لي صيفطوا ليا وعاد نهضر لكم عليهم راه حاليا تنتيستي اوما واحد جوج وغادي نهضر لكم على لا كريم بصراحه جي تري ات باردون حركتها تري ات نهضر لكم عليها تنقول لكم هنايا جينا لا فان ديال الفيديو ديالنا باش ما نطولش عليكم بزاف تنقول لكم شكرا على المشاهده كالعاده وشكرا البنات اللي دعموني وسمحوا لي انني تنتعطل عليكم في لي فيديو وانتم عارفين ان دار ماشي لخاطرنا طافي قو فاتيكي ديجا على بال تنقول لكم شكرا 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 على المتابعه كالعاده وما تنساوش انكم نتوما مابونيين ولا كنتو جداد معنا ديروا ابوني وديروا ضغط الجرس باش يوصلكم دائما الجديد وخليوا لي كومونتير صافي توجور بليزير الا شي حاجه ما شرحتها لكمش مزيان تقدو تقولها لي في لي كومونتير على كالعاده جويان عاد فقت من النعاس قلت نيشان جيت نصوروا لكم وصافي المهم جيت نقول لكم تهلاو في راسكم ورمضان مبارك كريم ويدخل لكم بالصحه والسلامه نحنا وقال نهار 2 ل 11 ماي ان شاء الله نهار 2 غادي يوم السبت نو يوم الاحد غدا ان شاء الله غادي نخرجوا عطينا لي تور ديال سون خرجوا حاليا ما شفتش شي حاجه بان قالوا لنا ما خدمنا علينا خرجوا ما حاليا ل 11 ماي مخلينا حنا نخرجوا حنايا باش سورتو حنا في واحد البلاصه اللي واحد دار واحد لاكارت فيهم الحمار الخضر حنا في البلاصه الخضر ما عندناش اوني با توشي بوكو في البلاصه فين كاين انا ما كاينينش بزاف الناس اللي ما مريضين قليل واحد 6% و المهم كنت
نتمنى تعينا ما كناش نخرجوا صراحه نتمنى نخرجوا ونشموا ريحه الهواء نطلعوا نشوفوا الحباب ونشوفوا الصحاب وصراحه شحال هذه ما دردرتش معكم البنات والله توحشت الهضره معكم ودردشه معكم جيت نسد معكم الفيديو انا ما درت نهضر معكم يلا نقول لكم سلامه وتهلاو باش ما نطولش عليكم في الفيديو باش يجيكم خفيف ظريف على قلوب ديالكم وبسلام عليكم وتهلاو بيزو بيزو.